الالبوم ديال المرايا، شفت روحي في مرايا وجاتك هكا بس تطلي روحي فجاه. شفت واخا غنسولك مراد على غنردك للمدرسه العليا الفنون الجميله، وغادي نسولك على لا سبيشاليتي ولا التخصص اللي درتي في هذه المدرسه الحلوه. انا كنت في ديزاين جرافيك، هذا هو التخصص ديالي، الاشهار ولا بيبليسيتي، ولكن انا مولوع على عرفني خويا علاء لان ماشي اول مره كنتابع الفرس الخيل، انا من هواة الخيل بزاف. الوغ كيما كنركب على العود واخا الاعاقه كندير واحد المجهود ماشي عائق. هنا فين كاينه النقطه، هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل للناس، ان كونت اون فو اون بو. انا من المولوعين برسم الخيل، ولي طابلو ديالي الاغلبيه ديالي مثلا دابا الا جبت لي ورقه والسيلو غتلقاني كندير كروكي ديال العود بلا ما أو ولكن التخصص ديالي كأكاديميا هو الديزاين جرافيك هو الإشهار. الإشهار هو عفوا الدراسة ديالو، يقدر يصاوب أن لوغو، يقدر يصاوب أن باكاجينغ ديال برودوي، يحتاج لشركة، ما يحتاج لشركة، هو شركة قائمة. كاع الزملاء ديالي اللي كانوا معايا راه كلهم تقريبا في شركات دابا ديال الإشهار، شركات كبرى. اوكي داكشي علاش غنقول لكم.